بسم الله 1 2 3 4 5 دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جلسة ساعة زمن، وضيفي فيها الدكتور حامد بن أحمد الإقبالي. حياك الله يا دكتور. الله يبقيك ويحييكم أنتم في منزلي، وفرصة سعيدة أني ألتقي بكم في برنامجكم. كيف اللقاء يا دكتور؟ ممتاز الوضع. طيب نكمل يا دكتور. صلي. أنا ما أدري شو برنامج. أيوه صلي ونرجع. والله بسم الله 1 2 3 4 5 صوت يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. لأنه أنا هذه المعلومة كيف يعني كيف جبتها؟ أيوه كيف جبتها؟ أنا ما كتبتها حتى. أنا يهمني إنه كان للرفض سؤال آخر، إيش هو؟ هل كان تدخل بعض الروايات أو الدواوين من تحت الطاولة؟ ممكن أسأل لا أسأل. أسأل هذا. إيه بس أسأل هذا وهذاك يجر هذا. حلو. إيه. وبرضه. إيه يقول كيف زياراتك مع عرض أو مثلاً كتب وأنا. طيب. حد اللي في لك فيها. طيب. يه. مو مشكلة خلي شغال. يعني أكيد إنه فيها فيها. في كتاب واحد. تمام. كم وصل يا يوسف؟ قفل. لأن انتهى الآيباد اللي عندي. راح نأخذ الورقة. أنا نصيحة منك لأبنائك في أمرين أو حتى كت. بنكمل ما عليك. خلي شباب. أنا نعقد لساني ما أدري كيف أعبر. عليك. كانت على لساني ووقفت. لو طلبنا ممكن يصير. طيب. وتري تو ون. خلاص بنختم إن شاء الله. لو طلبنا منك يا دكتور نصيحة توجهها إلى أبنائك من جانبين. الجانب الأول توجهاتهم الثقافية، والجانب الثاني تعاملهم مع التقنية. مشيناها خطا كتبت علينا أم كتبت علي خطا مشاها. شكر موصول لكل من شاهد وتابع سلسلة ساعة زمن مع الدكتور حامد الإقبالي. إلى أن نلتقي في سلسلة جديدة، تقبلوا تحياتي وطاقم العمل والبرنامج. فما لله.